يسعد أيامكم بكل خير وفرح. شو هو السيلويت؟ تصوير السيلويت هو نوع من التصوير تظهر فيه الأجسام سوداء محددة بدون إظهار ملامحها، والخلفية ملونة أو رمادية حسب نوع التصوير، ملون أو أبيض وأسود، وبيكون الشيء عن طريق جعل الإضاءة خلف الموضوع المراد تصويره. ويعتبر أفضل وقت لتصوير السيلويت هو وقت الغروب أو الشروق. هذا الكلام لما طبعا نكون عم نصور بالطبيعة، بحيث بتكون الشمس فوق الأفق مع جعل فتحة العدسة ضيقة يعني صغيرة، طبعا هذا الحكي بوجود كاميرا. والسيلويت هو تصوير الخيال، بحيث إنكم إذا أردتوا تصوير شخص أو معالم معمارية أو مناظر طبيعية أو أي شيء وبتريده يطلع أسود، ما عليك إلا أنه تاخد قراءة من الضوء الناتج غير المباشر من خلف الهدف المعني تصويره. مثال: بدي صور منارة مسجد وبدي إياها تطلع سيلويت، فبوجه الكاميرا اتجاه الشمس بشكل غير مباشر، ويلي بتكون فيها المنارة بين الكاميرا والشمس. طبعا لما عم اقول كاميرا بقصد الكاميرا والموبايل، لان اللي عم يصوروا بالموبايل، حتى احصل على صورة سيلويت بعد ضبط اعدادات الكاميرا. هلا حدا بيسأل ليش باتجاه الشمس غير المباشرة؟ اولا اذا مواجه الشمس مباشرة، شو ما كانت اعدادات الكاميرا او حتى الموبايل، رح يطلع بالصورة بياض بس من شدة الاضاءة او سواد شديد، ويفضل ما تتوجه الكاميرا أو الموبايل باتجاه الشمس مباشرة قبل ما يكون الموضوع بين الكاميرا والشمس. يعني بنحط الموضوع أول شيء
وبنحطه قدامنا يعني بيننا وبين الشمس، وبنوجه الكاميرا او الموبايل على الموضوع مو على الشمس مباشره، لانه اذا وجهناه على الشمس مباشره ممكن ينضرب السنسور ان كان بالموبايل وان كان بالكاميرا. فهي النقطه كثير مهمه تنتبهوا لها. وكمان لانه بده يصير بعدين يعني احتمال كثير كبير كمان نتيجه التعرض كثير للشمس يصير مشاكل بالمستقبل، وهذا الحكي بينطبق على الموبايل كمان، لانه لازم ننتبه اكثر، لانه سنسور الموبايل اضعف من سنسور الكاميرا، لذلك وجب التنويم. وكمان مشان عيونكم يضل تركيزها على الموضوع وما تتشوش، وكمان مشان ما تتضرر شبكيه العين مع الوقت، وممكن يتاثر السنسور من كثره الاستخدام مواجهه الشمس مع مرور الوقت كمان. هلا كيف بنضبط اعدادات الكاميرا؟ طبعا بوجه الكاميرا نحو الموضوع ومثل ما حكينا باتجاه الشمس بشكل غير مباشر، وتكون الكاميرا على خاصية AV أولا أو S حسب نوع الكاميرا، لأنه AV بالكانون والرمز اللي بيقابلها بيقابل الـ AV بالنسبة للكانون اللي هو بالنيكون وبالسوني رمز الـ S. أولا نضبط الفتحة بين F16 لF22، يعني في عنا مجال نتلاعب بالفتحة بس من 16 ل 22 حسب شدة الإضاءة، وبعدين بنقفل القراءة، وبعد هيك بوجه الكاميرا على الموضوع المراد تصويره سواء شخص أو منارة مسجد أو أشجار أو غير هالشي. يعني هلا السؤال، ليش اخترنا فتحة صغيرة نسبيا؟ طبعا الفتحة الصغيرة بتبرز التفاصيل بشكل جيد أكثر بكتير من الفتحة الكبيرة. كما يفضل تصوير السلويت عند الشروق والغروب للحصول على ألوان زاهية بالصورة، ويفضل أنه يكون مع كامل الثلاثي الترايبود. من وين اجت تسمية السلويت؟ طبعا التسمية ما لها علاقة بالتصوير لا من قريب ولا من بعيد ومصطلحاته ووظائفه أبدا، لأنه تسمية السلويت مأخوذة عن اسم عائلة وزير مالية فرنسي بمنتصف القرن الثامن عشر، وهو إتيان دو سلويت. وكان هذا الوزير دعا المعاصرين للاقتصاد المعقول، وعاتب النبلاء الفرنسيين على صرف المبالغ الطائلة للحصول على اللوحات الفنية. كانت هاي اللوحات رسوم الخيال منتشرة ورخيصة بوقتها، وهو الدافع اللي جعل بعض الظرفاء بهداك الوقت يطلقوا على هالرسوم اسم عائلة هالوزير. فرسوم الخيال اجت منها تسمية السلويت اللي هي اسم عائلة الوزير، وتم اعتماد هاي التسمية بعالم التصوير، ولليوم بيطلقوه على الصور اللي بتكون بذات الشاكلة، بحيث بيتم تصوير الموضوعات عكس مصادر الضوء سواء كانت طبيعية أو صناعية، وبتعتمد جمالية الصورة على حواف الموضوع المراد تصويره. هلأ هاي المعلومات الأساسية بتوضح كيف بدنا نشتغل إذا معنا كاميرا مشان ناخد نتائج جيدة للشغل. طيب شو مشان الموبايل؟ هلأ اللي بده يصور بالموبايل ما عنده مشكلة كمان، لازم يتقيد بنفس القواعد السابقة بس بدون إعدادات، كون التصوير بالموبايل ما بيحتاج لإعدادات مثل الكاميرا. تضلوا بخير وسعادة